بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مشاهدي قناتنا، ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة واضغط شير القناة علشان نكبر مع بعض ومشروعنا يكبر مع بعض ونقدر نبقى حاجة مع بعض بيكم. النهاردة أوري لحضرتك إزاي تبرد وترش بيض البط في الفقاسة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. أنا بعمل إيه الأول قبل ما نتكلم؟ طبق البيض ده، طبق البط ده احلى واحسن طبق ان شاء الله هينجز معاك، رغم ان هو بدائي ورغم ان هو مصنوع يدوي ومصنوع في البيت، الا ان ده افضل بكتير من الاطباق اللي بيتحط فيها بيض الفراخ اللي هي بتبقى بتحتاج ان البيض يقف فيها. اوعى اوعى اوعى، انا بحذرك، اوعى توقف بيض البط، توقفه زي ما بتوقف بيض الفراخ. لو وقف بيض البط زي ما بيقف بيض الفراخ مش هياخد الميول الكامل، يبقى الفراخ البيض البط معاك هيبوظ مش هيطلع، البط معاك هيبوظ مش هيطلع لو وقفت بيض البط زي ما بتوقف تماما بيض الفراخ. في الحالة دي مش هيطلع معاك ونص البيض هيبوظ واكتر من نص كمان، لان بيض البط زي ما انت شايف بيحتاج يبقى مايل ميول اكتر من 45، اكتر من بيض الفراخ. لو وقفته ما هيجيبش ال 45 ابدا. يبقى انت عندك اهم نقطتين، اهم نقطتين. النقطة الاولانية اللي هي نسبة الميول في الفقاسة، نسبة الميول دي امر ضروري جدا جدا في الفقاسة، فلازم الطبق ده اهو مع بيض البط. تاني حاجة الرش والتبريد، انا بفصل الفقاسة مرتين في اليوم، بفصلها اريحها وارش بيض البط زي ما انت شايف كده ببخاخ صغير اهو، بخاخ بتاع برفان او اي بخاخ من اي حد بتاع ادوات منزلية ولا بتاع عطور، وبرش على البيض بالشكل ده، بغرقه مية عادي مفيش مشكلة خالص، والمية تكون فترة، ما تكونش مية باردة وما تكونش في نفس الوقت مية سخنة، وبرش عليه. وممكن ترش مية باردة من الحنفية ما فيش مشكلة، ما عندوش مشكلة البط، لكن لازم 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 لحد نهاية الفيديو لازم الرش ولازم التبريد. مش مهم خالص بقى موضوع الرطوبة، ممكن محافظش على الرطوبة، ممكن الرطوبة تزيد، ممكن تنقص، ممكن ما. مش مشكلة معايا، ما تفرقش، طالما انا برش بالشكل ده يبقى لازم 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 ابرد ولازم ارش بيض البط. ومش لازم خالص، مش لازم خالص نسبة الرطوبة تفضل 60 ولا 70 ولا غيره، لكن لازم ضروري جدا بعد مرور اول 15 يوم لازم موضوع التبريد، لازم موضوع التبريد وموضوع رش المية مدام عدى 15 يوم على بيض البط. ما تنسوش تدعمونا واضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.